توافر الجزائر على ثروة أثرية هائلة وانضمامها المبكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة مطلع السبعينيات لم يسعفها في إدراج أكثر من 7 مواقع أثرية من معالمها في قائمة التراث العالمي. إن التنوع في التراث الثقافي الوطني يستوجب منا وضع استراتيجية استشرافية عبر مقاربة جديدة من أجل التكفل بالزخم المشكل للتراث الثقافي ونقله للأجيال اللاحقة في أحسن حالة من الحفظ. إفريقياً تحتل الجزائر المرتبة الرابعة من حيث عدد المواقع المصنفة عالمياً بعد كل من المغرب التي تمتلك 9 مواقع مصنفة وتونس ب8 مواقع، والعدد نفسه في جنوب إفريقيا ثم الجزائر وتنزانيا، وهي مرتبة ضئيلة جداً مقارنة ببلد يعد مانحاً ومساهماً في صندوق اليونسكو. وفي خضم ذلك تلقت الجزائر سابقاً الكثير من الإنذارات بسبب حالة الإهمال التي تعاني منها المواقع الأثرية المصنفة عالمياً، رغم الميزانيات التي صرفت من أجل إعادة الاعتبار لها والمخططات التي أعدت في سبيل إعادة تأهيلها. ونتيجة غياب سياسة مدروسة في مجال حفظ الإرث التراثي الكبير الذي تزخر به الجزائر والتي من شأنها الدفاع عن الملفات التي تستحق أن تكون ضمن قائمة التراث العالمي، تأتي تصريحات وزيرة الثقافة ملكة بن دودة لتؤكد على ضرورة مراجعة قانون حماية التراث الثقافي 0498 الذي أصبح بحاجة للتكييف مع المتغيرات، على حد قولها لتؤكد حقيقة غياب خطة واضحة تدافع عن التراث الثقافي الجزائري عالميا. عندما يفتتح البرلمان جلساته راح يتم مناقشة القانون، دوك راح الآن يأخذ في مساره، خرج من وزارة الثقافة والتعديلات وضعت. نحن ننتظر الكثير لأن كل مشروعنا في التراث يعتمد على هذا القانون اللي راح يعطي بعد جديد ونفس جديد للتراث الوطني. فهل فعلا سيستجيب قانون حماية التراث الثقافي المراجع مستقبلا للمتغيرات الحاصلة في مختلف المجالات ويعيد الإرث الحضاري الجزائري إلى الواجهة العالمية؟